شكرا سيدي الرئيس، شكرا لكل المنظمين لهذا المؤتمر العلمي الكبير الثاني للنقد الفني، كذلك الشكر موصول للأستاذ الدكتور أشرف زكي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والأستاذ الدكتور غادة قبارة رئيس المؤتمر رئيس الأكاديمية، كذلك الشكر موصول للأستاذ الدكتور وليد شوشة مقرر المؤتمر، ولأمين عام المؤتمر الأستاذ الدكتور رانيا يحيى التي بذلت جهود كبيرة في التواصل وتوصيل يعني هذا المؤتمر وإعلان هذا المؤتمر. مشاركتي في المؤتمر طبعا هو في محور دور الفنون في محاربة الفكر الظلامي وقضايا الإرهاب، وطبعا في تخصص دور المسرح في كشف قضايا التطرف. عنوان بحثي حول المسرح وظاهرة الإرهاب، المسرح وظاهرة الإرهاب، مسرح بدر الحمداني نموذجا، وهو كاتب مسرحي يعني عماني، سنعرق بالتعريف عليه، وإن شاء الله سألتزم بالوقت خلال 15 دقيقة في قراءة يعني مقتطفات أو ملخص لهذه الورقة، وطبعا الورقة كاملة هي موجودة لدى أيضا المنظمين لهذا المؤتمر. في دراسة قضية الإرهاب في المسرح، تحاول هذه الدراسة التعرف على آثار هذه القضية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية وعلى المسرح نفسه، ورصد العلاقة بين قضية الإرهاب وتلك الأوضاع والأفكار داخل المجتمع، وتحديدا كيف معالجتها نصوص الكاتب العماني بدر الحمداني الذي له العديد من النصوص تتجاوز 40 نصا مسرحيا، وحصل الكاتب بدر الحمداني على العديد من الجوائز داخل السلطنة وخارج أيضا السلطنة، فهو كاتب متدفق بالعطاء، كاتب يتناول العديد من القضايا والقضايا أيضا الشائكة التي هي يعني محور نقاش وجدل لدى أيضا النقاد والدارسين والباحثين. إذا تحدثنا عن الإرهاب، فالإرهاب أحد صور العنف، وهو مرحلة من مراحل التطرف، كما أنه كلمة تثير الإحساس بالخوف والقلق والتوتر وتهدد أمن المجتمعات وينتج عنها الكثير من الخسائر المادية والبشرية. والإرهاب لم يكن مقتصرا على الشخصية العربية أو الإسلامية كما يدعي الغرب، فهو يتميز بغلبة الجنسيات، لأن العمل الإرهابي يمكن أن يمارسه شخص لم يكن له ديانة محددة ولا لغة معينة، فقد اتسعت مجالات القضية من حيث فعاليتها وأساليب ومواقع ارتكاب جرائمها ونوعية ضحاياها. من هذا المنطلق، فالمسرح تعبير عن حركة الواقع بكل ما يحدث فيه من متغيرات. أهداف الدراسة، يرجع اختيار موضوع الإرهاب محل الدراسة طبعا إلى انتشار هذه القضية بصورة كبيرة واتساع وتعدد صورها وأشكالها ودوافع ارتكابها، والتباس أيضا مفهوم الإرهاب، فالإرهاب قد يكون بين دولة ودولة وبين الإنسان أيضا وأخيه الإنسان. تناقض رؤية الدول حول القضية المطلوبة للتعامل من أجل مقاومتها، فما يراه البعض إرهابا يراه أيضا آخرون دفاعا عن النفس، فرؤية كل فريق تكون أسير مصالحه. إشكالية الدراسة، إلى أي مدى ظهرت تجليات قضية الإرهاب في بعض نصوص الكاتب العماني بدر الحمداني؟ ما هي أشكال الإرهاب كما جاءت في مسرحيات أيضا بدر الحمداني؟ منهج الدراسة التحليل السوسيولوجي، الإرهاب أشكال ومصطلحات. نعم، مصطلح الإرهاب هو مصطلح أيضا مطاطي، يعني دخلت في هذا المصطلح الكثير من المفاهيم والكثير أيضا من العبارات، ويعني يعني مصطلح أصبح يعني يحتوي على الكثير أيضا من التناقضات لدى البعض، من أراد أن يوجهه إلى زاوية يوجهه إلى زاوية، ومن أراد أيضا أن يصلح به اتجاه أو يسلط على يعني طائفة أو مجموعة من يعني البشر بوسمهم بهذه يعني الكلمة، والبعض طبعا يدافع عن بلده ويتهم بالإرهاب، والبعض يهاجم دولة ويهاجم مجموعة من الأفراد ولا يتهم بالإرهاب، فهناك إشكالية كبيرة في موضوع المصطلح. في هذه الدراسة طبعا لخصت حول يعني مصطلح الإرهاب، وذكرت عن معناه وتفسيره أيضا اللغوي، وهناك الكثير من المعاجم التي تحدثت عن الإرهاب كمصطلح لغوي في المنجد مثلا هو الخوف الشديد، وعند الغرب أيضا الكثير من الباحثين قدموا موضوع تيرست من خلال يعني أصل الكلمة إرهاب في اللغة الفرنسية وفي اللغة أيضا السنسكريتية، والذي يعطي معنى رجفة، أما مصدر كلمة الإرهاب طبعا في اللغة الإنجليزية فيرجع إلى الفعل اللاتيني تيرس الذي استمدت منه كلمة تيرور أي الرعب والخوف والفزع، وكذلك هناك أيضا قاموس إكسفورد والكثير أيضا من الغربيين الذين قاموا أيضا بتعريف هذا يعني المصطلح،
وطبعا هنا في الدراسة الكثير من هذه النقاشات حولها يعني بملخصات. خصائص الإرهاب طبعا استخدام العنف والتهديد به، التنظيم المتصل بالعنف، والهدف السياسي أيضا للإرهاب. نستطيع أن نقول أن الهدف الرئيسي للإرهاب هو التأثير في القرار السياسي بإرغام الدولة من قبل جماعة معينة على اتخاذ قرار أو امتناع عن اتخاذ قرار تراه في مصلحتها، وهذا الأمر ما هو يعطيه قدرا من الأهمية والخطورة، وإن اضطرت هذه الجماعة لممارسة أعمال العنف والإرهاب بهدف الحصول على مطالبها واحتياجاتها. وهناك الكثير مما يحدث مثلا في الكثير من دول العالم. أهداف الإرهاب، هناك الكثير من الأهداف، منها الدعاية للقضية التي يحارب من أجلها الإرهاب وذيوعها ونشرها بين الناس، إظهار قدرة الإرهابيين على توجيه ضربات مؤثرة للدولة أو النظام الذي يعملون ضده. الإرهاب يشجع المتعاطفين مع القضية التي يحارب من أجلها الإرهاب على الدخول في الصراع. طبعا هناك أيضا يعني أكثر من 11 هدف. أشكال الإرهاب، لقد احتلت قضية الإرهاب اهتماما دوليا وظهرت على الساحة الدولية كما شغلت العالم بوصفها استخدام للعنف بصورة غير مشروعة. فالإرهاب شر بلا وطن ولا دين ولا هوية، والإرهاب أشكال منها الإرهاب المعلوماتي، إرهاب الإشاعات، إرهاب الجمرة الخبيثة. في ضوء ذلك بعض من أشكال الإرهاب ربما لخصتها على الشكل التالي. أولا إرهاب الدولة، يتمثل في اللجوء المنهج لاستعمال العنف ضد الناس بفرض الحالات الاستثنائية لإرهاب الشعب كالطوارئ وحظر التجول والحبس الجماعي ومهاجمة المناطق السكنية بغرض الانتقام لممثلي النظام الحاكم ومحاكمات المدنيين في القضاء العسكري والمحاكم الخاصة. الإرهاب الفردي هو أفعال العنف للترهيب، ويمكن أن ترتكب من قبل فرد أو مجموعة أفراد تشكل جمعية أو منظمة، والذي يضفي صفة الإرهاب على الفعل هو أن يكون الهدف من ورائه سياسياً، ويدخل ضمن هذا النمط من الإرهاب كافة أشكال الحركات والمنظمات الإرهابية بدلاً من الحركات الفوضوية والمجموعات الانفعالية ذات الأهداف القومية والمجموعات الإرهابية ذات النهج المراد الثوري والمجموعات العنصرية المنفصلة. هناك أيضاً الإرهاب الديني، وهو ذلك الإرهاب الممارس من أصحاب دين أو عقيدة ما ضد أصحاب الأديان أو العقائد الأخرى، ويختلف نوعه حسب الدين أو عقيدة القائم بالعمل الإرهابي. فالإرهاب هنا أيضا ليس مرتبط بدين، ليس مرتبط بالدين الإسلامي أو دين المسيح أو دين اليهودي، ولكن هو يعني مرتبط بالممارسين لهذا الدين أو المتشددين في هذا الدين لمصالح ضيقة يلجؤون إليها. كذلك النوع الرابع من الإرهاب هو الإرهاب الفكري، وهو استخدام وسيلة الإرهاب مفكر حر أو معارض سياسي والتحريض على تصفيته وإحاطة أعماله وأفكاره بجو من الكراهية والاتهام. ووجدنا في التاريخ الكثير من الأسماء التي تم يعني طعنها، كاتبنا الكبير يعني نجيب محفوظ تعرض للطعن بمثل هذه الأفكار أيضا الإرهابية الفكرية، والكثير من النماذج على مستوى العالم، والبعض أيضا فقد يعني أرواحه من مفكرين وكتاب ومثقفين. النوع الخامس من الإرهاب هو الإرهاب النفسي، وهو محاولة فرض نمط من الثقافة والسلوك على عقول ووعي المواطنين يصل إلى حد الرقاب على فكرهم ومعتقداتهم وتصرفاتهم، وفيه تتحول أساليب إلى ممارسة الضغوط على بعض الأشخاص من خلال نشر الأكاذيب والاتهامات بصورة مستمرة حتى تنهار معنوياتهم. هذا الجانب يعني النظري في الدراسة تحدثت عنه. لدينا يعني الجانب أيضا التطبيقي، وهو التعريق على يعني مسرحيتين من مسرحيات الكاتب بدر الحمداني. ففي الجانب التطبيقي أولا لدينا مسرحية خيارات في زمن الحرب، المسرح يهزم الحرب، يعني هذا عنوان المسرحية خيارات في زمن الحرب. فكثيرا ما يخفي الكاتب أو مسرح الكاتب بدر الحمداني ما يتضمنه من محتوى شيطاني يعيش في عالم الجحيم من حيث جرائم العنف والقتل تحت ستار الدين ومحاربة الرذيلة ودرء المفاسد عبر أسلوب غرائبي صاخر. فهنا نجد الزوجة والزوج، الزوج عرب والزوجة خالدة. إذا نظرنا إلى دلالات الأسماء، عرب بلا أي تعريف، عرب نكرة خالصة تؤكد أنه كل عربي وكل مواطن عربي قد يكون هذا العرب البائس، وخالدة طبعا هي الفكرة والروح والعاطفة. نحن أمام عربي وخالدة وأمامهم الموت، إلا أن المؤلف منحهم فرصة أخرى، لا بل فرصا متنوعة لخيارات الموت. فقد وضعنا المؤلف بدر الحمداني أمام واقع قاس مهترئ، واقع لا يوجد فيه سوى القتل والدمار والخراب والجوع، إذ يؤكد المؤلف في مسرحيته خيارات في زمن الحرب
إن المسرح يبقى دائما حائط صد ضد كل الهجمات الهمجية من دعاة الحرب كالسياسيين والمرتزقة من المتدينين. فها هو يذكر على لسان عربي, على لسان عربي عربي يقول: استخدموا الحرب الطويلة يا حبيبتي خالدة, استلوها من بنادقهم من استغلوا تزاحم الجوعى حول العربات المصفحة. يؤكد بدر الحمداني أن السلاح هو من يقود اللعبة ويتحكم في مجراها من استغلال جوع المواطنين وتهافت الناس على سيارات تحمل الغذاء وتحمل الموت عبر تخطيط إجرامي من أهل الشر. لذلك دخل النص أجواء الحرب من خلال إدخال الهمجية وأجواء الاشتباكات وأنواع السلاح والحوار المتأثر بالموت والاستشهاد والإرهاب والحرب. فقد طعم بدر الحمداني كل أجواء النص بكلمات الموت والخراب, وسجل الحزن بشكل واضح وكاشف عن لعبة الدمار المتواصلة في هذا النص الذي لا يدور إلا عن يعني خيارات في زمن الحرب. المسرح يواجه الإرهاب في هذا النص طبعا, وفي نصوص كثيرة المسرح أشار إشارات مباشرة إلى هذا الإرهاب الذي يمارس من أكثر من سلطة ومن أكثر من جهة ومن أكثر أيضا من فرد. خاصة الإرهاب دائما يسعى إلى إحداث تصدع في موضوع في منظومة القيم لخلق حالة من عدم اليقين وانقطاع الأمل. وهنا يلعب بدر الحمداني الكاتب بوضوح على لعبة عدم اليقين وانقطاع الأمل من خلال لعبة التمثيل داخل النص, وهو ما يسمى بالمسرح داخل المسرح طبعا, عبر لعبة متوازية ماكرة لأكثر من دور هذا العربي البائس الجائع وزوجته خالدة التي توشك أن تفنى من الجوع. لذلك يبني الكاتب بنية المسرحية على مشاهد افتراضية للحرب عبر لعبة الاختيار الافتراضي أيضا. فالمواطن عربي لا حول له ولا قوة ولا يجد سبيلا لسد الجوع إلا الاشتراك في اللعبة. فتارة هو يواجه الحرب وتارة أخرى هو أسير لسيناريو مرسوم مسبقا, أسير البحث عن لقمة العيش حتى لو كانت تحت أنقاض الموت, أو لو كان سبيلها هو أكل لحم مواطن آخر فوسط صرخات البطن لا يوجد أي خيارات سوى الاستجابة بالطرق المشروعة وغير المشروعة. فبدر الحمداني أثقل لغته أيضا بكلمات قاسية وبكلمات يعني قوية, بحيث أن يأتي إلى زوجته بقطع من أجزاء الإنسان فيقول: هذا ما وجدته لهذا اليوم. فزوجته يعني تقول: هل ممكن أن يأكل الإنسان أخي الإنسان؟ فيقول: في لحظات الجوع لا يوجد أمامنا إلا مثل هذه يعني الخيارات. فالنص أيضا يعني قاسي ويعني طبيعي يعني بالكامل في تناوله لهذه المشاهد. ربما يعني استدرجنا الوقت فنعرج أيضا على النموذج الثاني, مسرحية الجحدول أسميتها طقوس التحولات لإرهاب كل مواطن. في هذه تحكي هذه المسرحية ضمن بنية فنية متماسكة قصة حارة الجحدول والناس الذي يعيشون فيها. فهو يقول الشخصية على لسان معسوف: كان يا مكان في أي عصر وأوان وفي أي أرض ومكان مجموعة من البشر يسكنون حارة عجيبة تدعى حارة الجحدول, سعيدة جدا لأنها حارة منظمة لكل فرد فيها دور ووظيفة معلومة. نعم, فأنا مثلا لي دور معلوم ومحدد, وكذلك كل أبناء حارة الجحدول السعداء, وللعسكر عسكر الجحدول دور معلوم ومحدد أيضا. وطبعا الجحدول العظيم كل الأدوار مرسومة مقاديرنا منذ الولادة وحتى الموت, يتعهدنا عسكر حبيبنا الجحدول بكل إخلاص وتفاني وبلا كلنا أو ملل, يوزعون علينا المتعة والنعيم والسعادة منذ طلوع الشمس وحتى الغروب, كل يأخذ حقه بالتمام والكمال, حارة سعيدة ما أسعدنا. هنا ندخل في أجواء الحارة وكيف تبدأ لعبة التحولات داخل شخصيات هذه الحارة من شخصيات الفرح والذهول. فآثار مثلا السياط والكرابيج والجروح التي على جسد مهبود هو يقول أنها يعبر عن نعيم ولذة لا يضاهيها لذة. هنا يستلب الإنسان يعني حقه في الحلم وحقه يعني في الأمل. كذلك تفتح مسرحية الجحدول لمؤلفة بدر الحمداني فضاءات الدراما على كل شيء مضحك وضاحك وغريب
هزلي تهكمي وساخر وقبيح. فمنذ لحظة دخول شخصية المهبود إلى الركح فإن الإنسانية ستتحول إلى الحيوانية وبوجه خاص إلى الكلبية، إذ يسعى بدل الحمداني بواسطة أسلبة الواقع وتشويهه إلى التشكيك في المثالية التقليدية للإنسان. العالم نعتقده قادم مثالي واقعي يتصف بالهزلية والحمق والدونية واللاواقعية. هناك إرهاب التحول والرعب من التغيير، بالفعل هي حارة أيضا منحوسة، لأن الإرهاب سيطر على فكر وعقول وأرواح الناس عبر الشك الذي يحتوى الجميع. لذا كان سهلا أن يكون هناك طقوس للتحولات لإرهاب كل مواطن. نختتم بهذا الملخص أن المسرح ظاهرة اجتماعية ارتبط منذ نشأتي بالحياة بكل مشاكلها السياسية والاقتصادية والدينية. وفي هذه الدراسة يدرس الباحث ظاهرة الإرهاب وكيف عالج مسرح الكاتب بدر الحمداني في مسرحيته القحدول وخيارات من زمن الحرب. يناقش المؤلف لعبة الإرهاب النفسي من الخوف من المجهول، والذي يتحول لخوف مرضي واعتقاد قوي بوجود القحدول يحكم ويعطي ويمنح وينتقم كذلك. أما في مسرحية خيارات في زمن الحرب، نحن أمام معادلة مرعبة عندما يجد الإنسان نفسه أمام اختيار وحيد وهو الموت، خاصة بعدما يمر عربي وزوجته خالدة بكل الخيارات هروبا من الموت، ليجد في النهاية أن السبيل الوحيد للهروب هو الهروب للموت الحقيقي لكن برأس مرفوعة. فالإرهاب له أبعاد نفسية وجسدية كبيرة. أتمنى أن تكون يعني هذا الملخص وافي، ولكن أيضا الورقة هي مكتملة بكل يعني الدراسة وبكل النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة. كل التوفيق لكل المنظمين في المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.